نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم يا اخوان انا هسجل قبل ما نكون فجاه قد يكون في الكثير من الناس يفرضوا طالما بني ادم ان نتعامل وفقا للقانون الدولي وفقا للقانون الدولي انتوا اسرع قصوكم ولا المهم في ناس خدعوهم ده ما مشكله المشكله وين؟ المشكلة إنه أنا إحنا كسودانيين نرتبط كيف؟ أنت عبي؟ ما عبي؟ أنا شلت منك حاجة؟ ظلمتك في شيء؟ في دولة مش؟ خليني أعترف قرار الدولة. بعد ذلك تطالب. أنا عندي 24 سنة متمرد اسمي صلاح مصطفى المشهور بصلاح جوب. لكن ما رحت لازم أساعدكم. حتى إذا كان أنا قتلتكم كلكم نستفيد شنو؟ أنا دا نبني السودان ده أصل ده هاي البلد ده دا نبني مدارس مستشفيات خدمات دا نعلم عشان أنت كمان تجيب جيل يبدأ يعرف معنى الوطنية ذات شنو معنى الوطنية ذات شنو أنت عليك على الدولة شنو والدولة عليه اللي فيك أنت شنو يقولنا عليها ما بلون أنا بني آدمين كلهم ما دول ده ما أحمر ولا أبيض ولا ده أصفر ولا كده لا نحن نتعامل وفقا للمعايير الموجودة يا أخوانا هسه أنتوا فيكم المرضى وفيكم الجرحى وفيكم الناس التعبانين يا أخوانا إخوانكم ديل يطبخوا لكم تاكلوا تشربوا تتصلوا بأهلكم بالواقع تورهم إنه أنتوا كويسين وما عندكم أي عوجة وإن شاء الله يجيب لكم ملابس وكتاب كمان الإخوة الموجودين كمان نشوف السلاح الطبي عندهم شنو ولا ما عندهم شنو إذا كان اتطلبت يكون نوديكم ليه بورسودان عشان تتعالج ما عشان نوديكم ساكت كده لا لازم نرد وفقا للتعامل الموجود الحكومة عندنا 1 2 3 عندنا حالات طارئة مرضى أو جرحى إنه نحولوكم تمشي تتعالجوا وكذلك عشان نتعامل وفقا للقانون الدولي بتاع التأثير انا اقول با قول ما قول يا تو انت عبيد انت يا تو انت حاجات زي ما انا اقول لكم ربنا ذات بحاسبنا قبل ما انا حاسب فلان ربنا ذات بحاسبنا نمرة 2 انتوا من الليله انتوا كمواطنين سودانيين انكم احقيه في اي شيء كويس لكن كمان انا لازم نحترم الوطن نحترم القياده نحترم الاسس الموجود نحترم القانون إذا كان أي واحد فينا يقتل الآخر وإذا كان في قانون الرغابة ما نبكون الدولة يا ما كويس عليه إنه يقولنا مهما كان أنا سوينا أصل الليل شاكنا بكرة شاكنا بعد بكرة شاكنا نجي لابد من السلام لابد يقولنا إنكم أطفال إنكم أمهات إنكم آباء إنكم زوجات عندكم أرامل عندكم كم محتاجين عشان نبني عشان نأكل ونشرب ونبني بلدنا لكن أنا لما بيجينا نهدم بلدنا ما شنو طيب كلام ما عنده خلي بيجي كلام ده ما بيجبه حتى مثلا المريضة أمك الحاجة الجديدة كويس يعني إذا كان مات ما أنت تصير يبقى ان احنا ما نوصل لمرحله بتاعه الوحشيه اللي بتاعه الغابه ده فعليه انه من حقه يعني يجيب لكم صواريخ تحموا تاكلوا تشربوا مع المعينات البسيطه اللي هي ملابس داخليه على اجهزه معلياتهم نحاول نشربهم اذا في اي شيء ده كشام قائد الموجود اجراءاتكم الموجوده يجيب لكم اما فيما يختص بموضوع اتصالكم انا لسه كامل انه اي واحد إن اقرب الاقربين له تليفون عشان نبلغ اهله اهلكم انه فلان ده حي والحمد لله انه معانا هو اسير اذا هو عنده اي شيء هو ده ممكن يخاطب اتجاهات ذات الاختصاص وكذلك اذا كان يبادركم يطلقوا سراحكم وكذا ونعمل انه ربنا يوقف الحرب ربنا يوقف الحرب ده احنا ما كنا عايشين كويسين عيش وملح وملاح تقوم من الطينه تمشي لغايه تشكي ما تزور بيقول لك انت ماشي وين ولا جاي من وين ولا عندك شنو ولا ما عندك شنو لكن فجاه الوسوسه دخل يا اخوانا هسه وضعكم ده في
في ناس قاعدين بتاجروا بالناس، حصلت تجارة بتاعت ناس، حصلت تجارة في ظل الوطن الواحد ده، وداري يفرتكوا كويمات كويمات عشان يكون كل واحد يقول لك أنا قبيلتي وأنا ياتو. أنا أقسم بالله وكتابه العزيز أنا سوداني، أناظر بحق أي سوداني. كويس؟ ما عندي قبلية ولا جهوية ولا مناطقية، ويبقى أن إحنا ما في داية نصر لمراحل ما في سودان. الآخرين العالم ده يتفرج فينا، سودانيين بقتلوا بعضهم، سودانيين بنهبوا بعضهم، سودانيين يعني جاهزية.